أن المؤمن يفسر الابتلاء تفسيرا إيمانيا بخلاف غير المؤمن، ولذلك المؤمن يفرح بالبلاء كما يفرح أهل العافية بالعطاء، كما يفرح أهل العافية بالعطاء يفرحون بالبلاء. لماذا؟ لعلمهم بأن هذا الابتلاء إنما هو رحمة من الله عز وجل، رحمة. فأهل البلاء يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. كذلك من هذا الحديث يكون الإنسان يأتسي بالأنبياء ويصبر على البلوى. من الناس من يبتلى ببلوى يسيرة جدا، فتجده والعياذ بالله تنفلت من عذبة لسانه كلمات قد تسخط الذي على العرش استوى، وربما والعياذ بالله جمع على نفسه ضرين ومفسدتين، مفسدة البلوى ومفسدة ذهاب الأجر والثواب.